السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طالب السنه تانية اعدادي، ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن الدرس التاني عندنا في الجغرافيا. زي ما انتم شايفين، تضاريس الوطن العربي. يعني ايه تضاريس يا رجاله؟ كلمه تضاريس معناها اشكال السطح. كلمه تضاريس يعني ايه؟ يعني اشكال السطح. يعني انا لما اقول لك تضاريس الوطن العربي يبقى معنى كده ان انا هكلمك عن ايه؟ عن اشكال سطح الوطن العربي. هكلمك عن اشكال سطح الوطن الايه؟ العربي. طيب اشكال سطح الوطن العربي يبقى معنى كده ان الوطن العربي مش مستوي. الوطن العربي فيه اشكال زي الجبال، زي الهضاب، زي السهول او الاراضي المستويه. كل ده هنتكلم عليه. بس الاول احنا كنا خدنا كده المره اللي فاتت او في الدرس اللي فات، بيقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى ادى للوطن العربي كله ظواهر طبيعيه حواليه، صح كده؟ حدود طبيعيه من الشمال ومن الغرب ومن الشرق. يبقى معظم الوطن العربي كده حدود طبيعيه. طب دي ادت الى ايه؟ ادت الى الحفاظ على شخصيه الوطن العربي المستقله وتحقيق الوحده بين ابنائه واتصال الوطن العربي بالعالم الخارجي. اتصال الوطن العربي بالعالم الايه؟ الخارجي. طب يا مستر انت بتقول لنا ان سطح الارض متشكل وسطح الارض في الوطن العربي مش ثابت ومش مستوي. طيب يبقى معنى كده ان في عوامل ادت الى تشكيل سطح الوطن العربي. يا ترى يا شباب ايه هي عوامل تشكيل سطح الوطن العربي؟ الوطن العربي اتشكل على حسب انهي عوامل؟ يقول لنا عندي عوامل باطنيه، وهي العوامل اللي بتيجي من باطن الارض. هي العوامل اللي بتيجي من باطن الايه؟ الارض. زي ايه يا شباب؟ زي الحركات الالتوائيه. زي ما اكون انا كده ماسك حاجه بتتلوي، لما بضغط عليها كده بلويها. طب الحركات الالتوائيه دي ادت الى ايه؟ ادت الى ظهور الجبال الالتوائيه، ادت الى تكوين سلاسل جبليه مرتفعه. يبقى انا عندي اول حاجه الحركات الالتوائيه اللي ادت الى تكوين حركات الالتوائيه ايه؟ مرتفعه. تمام كده؟ طيب تاني حاجه عندي الحركات الانكسارية. الصخور الصلبه في القشره الارضيه لما بتصيبها حركات بتتكسر. طب لما تتكسر بيحصل ايه؟ بترتفع اجزاء من سطح الارض وتبقى جبال، وتنخفض اجزاء من سطح الارض وتبقى بحار او محيطات. يبقى النتائج المترتبه عندي على الحركات الانكسارية تكوين الجبال الانكسارية والبحار والمحيطات. تمام؟ طيب بيقول لي يا رجاله انا عندي الحركات الانكسارية دي بيعرفها لي، بيقول لي هي حركات باطنية اصابت الصخور الصلبة في القشرة الارضية وادت الى ارتفاع بعضها مكونة الجبال وانخفاض بعضها مكونة البحار والمحيطات. عندي حاجة ثالثة اسمها الثورانات البركانية. الثورانات البركانية دي ان بركان يحصل فادت الى تكوين ظاهرات بركانية. مثل ايه يا شباب؟ مثل هضبة اسمها هضبة اليمن. مثل هضبة اسمها هضبة الايه؟ اليمن. يبقى الثورانات البركانية في الوطن العربي ادت الى تكوين هضبة زي هضبة الايه؟ زي تكوين هضبة اليمن. تمام؟ يبقى انا كده عندي العوامل الباطنية ثلاث حاجات: حركات التوائية، حركات انكسارية، ثورانات ايه؟ بركانية. تمام؟ طيب عندي بقى العوامل الخارجية. العوامل الخارجية اللي هي بتيجي من بره الارض. زي عندي حاجه اسمها تعريه مائيه وتعريه هوائيه. التعريه الهوائيه دي هي ايه؟ نحت الرياح للصخور ونقلها وارسابها. اما التعريه المائيه نحت الماء للصخور ونقلها وارسابها. طب يا ترى ايه النتائج المترتبه على الحركات الالتوائيه او العوامل التعريه الهوائيه؟ النتائج المترتبه على التعريه الهوائيه تكوين الكثبان الرمليه. اما النتائج المترتبه على التعريه المائيه تكوين الشواطئ ودلتوات الانهار. تكوين الشواطئ ودلتوات الايه؟ الانهار. تمام؟ طب مظاهر السطح في الوطن العربي بقى. انا عندي اول حاجه هتكلم عليها في مظاهر السطح، يعني في اشكال السطح، هتكلم على الجبال. الجبال بيقول لي انا عندي جبال التوائيه وجبال انكسارية. مش احنا عندنا حركات التوائيه وحركات انكسارية؟ يبقى عندي جبال التوائيه وجبال ايه؟ انكسارية. الجبال التوائيه جبال نشات من الحركات الباطنيه في باطن الارض وادت الى تكوين سلاسل جبليه مرتفعه. زي ايه؟ اربع جبال يا شباب: عمان، زاجروس، كردستان، اطلس. اربع جبال: عمان، زاجروس، كردستان، اطلس. طب الجبال الانكساريه عندي جبال الشام وجبال البحر الاحمر. جبال الشام وجبال الايه؟ البحر الاحمر. انا عندي اهو عمان، زاجروس، وكردستان، واطلس، وادي جبال البحر الاحمر اهي، وادي جبال الايه؟ الشام. تمام؟ طيب بيقول لي ايه يا شباب؟ بيقول لي اولا كده جبال اطلس بتمتد من الغرب للشرق زي ما كاتب لي اهو، تمتد من الغرب للشرق. طب موجوده فين؟ في المغرب والجزائر وتونس. في المغرب والجزائر وايه؟ وتونس. طب بتتكون من جبال اسمها اطلس التل، دي موجوده في الشمال، واطلس الصحراء دي موجوده في الجنوب، وما بينهم هضبه كده اسمها هضبه الشطوط. يبقى تتكون من جبال اطلس في الشمال، اطلس التل في الشمال، واطلس الصحراء في الجنوب، وما بينهم هضبه اسمها هضبه الايه؟ الشطوط. تمام؟ طيب جبال البحر الاحمر وجبال الشام. جبال البحر الاحمر جنب البحر الاحمر. تمام؟ طب تكوينها ايه؟ تتكون من عده مرتفعات بتتسمى في افريقيا باسم جبال البحر الاحمر. يعني في مصر والسودان بنسميهم جبال البحر الاحمر.
اما في شبه الجزيره العربيه بتسمى بثلاث اسماء، الحجاز وعسير ومرتفعات اليمن. الحجاز بتبقى موجوده في الشمال، وعسير موجوده في الوسط، ومرتفعات اليمن موجوده في الجنوب. تمام. طب جبال الشام بتمتد على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط. طب بتتكون من ايه؟ من سلاسل جبليه مرتفعه، وفي ما بينها سهول بيجري بها عده انهار، زي نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا. الليطاني فيها نون ولبنان فيها نون، يبقى نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي فين؟ في سوريا. تمام. طيب ادي كده ايه، ادي كده جبال البحر الاحمر وجبال الايه الشام. طيب هنخش على الهضاب. انا عندي الهضاب اللي موجوده في الجناح الاسيوي والهضاب اللي موجوده في الجناح الافريقي. انا عندي الهضاب اللي موجوده في الجناح الاسيوي ثلاث هضاب، واحده في الشمال، واحده في الوسط، واحده في الجنوب. اللي في الشمال اسمها هضاب باديه الشام، اللي في الوسط اسمها نجد، اللي في الجنوب اسمها حضرموت. وهضاب افريقيا هضبه اسمها هضبه افريقيا الشماليه، هضبه افريقيا الايه الشماليه. تمام. طيب بيقول لي ايه يا شباب، ادي كده هضاب الجناح الاسيوي وهضاب الجناح الايه الافريقي زي ما وريتهم لكم على الخريطه. انا عندي فوق الهضاب دي شويه ظواهر زي الواحات. يعني ايه واحه؟ ارض منخفضه توجد في الصحراء وتعتمد فيها الحياه على المياه الجوفيه. يبقى ارض منخفضه وموجوده في الصحراء توجد بيها حياه اعتمادا على المياه الايه الجوفيه. طب اهم الواحات، عندي واحه اسمها واحه سيوة موجوده في مصر، واحه تانية اسمها واحه الكفرة موجوده في ليبيا. يبقى اهم الواحات عندي ايه؟ واحه سيوة في مصر وواحه الكفرة فين؟ في ليبيا. تمام. الاوديه الجافه، يعني ايه كلمه وادي جاف؟ الاوديه الجافه هي الاوديه او هي اوديه كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت. هي اوديه كانت تجري بها المياه قديما ثم ايه جفت. تمام كده. طيب دي اسمها الاوديه الجافه. طب اهميتها ايه؟ بنستخدمها كطرق للمواصلات، لو حفرنا فيها عشان كان فيها ميه زمان ونشفت يبقى يسهل الحصول منها على المياه الايه الجوفيه. تمام. طيب السهول، انا عندي السهول يا شباب هي ارض مستويه، يا اما موجوده جنب البحر يا اما موجوده جنب النهر. تمام كده. طيب عندي السهول الفيضيه هي ارض مستويه او شبه مستويه كونتها الانهار عن طريق ايه؟ ترسيب المواد العالقه بمياهها. طيب اهميتها ان هي تربه خصبه صالحه للزراعه وبترتفع بها الكثافه الايه السكانيه، بترتفع بها الكثافه الايه السكانيه. امثلتها ايه؟ سهول نهر النيل في مصر والسودان، سهول نهر دجله والفرات في الايه في العراق. السهول الصحراويه، السهول الساحليه هي اللي بتمتد، هي اللي بتمتد جنب البحار والمحيطات. اهميتها ان هي بعضها صالح للزراعه، تمام، وبعضها يستخرج منه الموارد الايه المعدنيه. ان شاء الله المره الجايه نكمل. السلام عليكم.